بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يجب الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب وبجميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه من أركان الإيمان. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه من أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كما في الحديث الصحيح من حديث جبريل عليه السلام. والناس تجاه ذلك على ثلاثة أقسام: قسم كفروا بالله وكفروا برسله جميعا وبكتبه، وهم الكفار الذين لا يؤمنون برب ولا يؤمنون برسول ولا يؤمنون بكتاب، أو يؤمنون بالرب على سبيل توحيد الربوبية فقط ولا يؤمنون بتوحيد الألوهية. هذا الصنف. الصنف الثاني: من آمن بالله وبملائكته وبكتبه ورسله ولم يفرق، وهؤلاء هم المؤمنون حقا، وهذه صفة هذه الأمة ولله الحمد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والصنف الثالث: من آمن ببعض الرسل والكتب وكفر بالبعض الآخر، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سار في ركابهم واقتدى بهم. فاليهود آمنوا بالرسل إلا أنهم كفروا باثنين من الرسل، هما عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. والنصارى آمنوا بالرسل إلا واحدا، وهو أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، لأن الرسل حلقة واحدة، وما مع الرسول الذي آمن به هو مع الرسول الذي كفر به من البراهين والآيات البينات على رسالته، أو قد يكون معه أعظم مما مع الرسول الذي آمن به. فدل على أن الحامل له على ذلك هو الهوى والحسد والعصبية كما عند اليهود، فهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. ومن كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، لا ينفعه الإيمان بمن آمن به. ولهذا قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولهم، فلما كذبوا رسولهم صاروا مكذبين لجميع المرسلين.
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يتخذون هذا منهجا لهم ومسلكا لهم وهو التفريق في الإيمان بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، فهذا منهج باطل وسبيل ضال. ولهذا حكم الله عليهم فقال أولئك هم الكافرون حقا، ولم ينفعهم بعض الإيمان الذي آمنوا ببعض الرسل، لم ينفعهم، بل حكم الله عليهم بالكفر المحقق الذي لا شك فيه، أولئك هم الكافرون حقا. ثم بين جزاءهم، قال سبحانه وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا للكافرين منهم ومن سار على نهجهم عذابا فيه الهوان، فيه الهوان والعياذ بالله. فكما أنهم أهانوا من كفروا به من الرسل، فإن الله جل وعلا يهينهم في العذاب، والجزاء من جنس العمل. أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. ثم بين جزاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، بل آمنوا بهم جميعا من أولهم إلى آخرهم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، ولاحظ أن الإيمان بالرسل مربوط بالإيمان بالله، فمن كفر برسول من الرسل فهو كافر بالله وبجميع الرسل، لأن الكفر بالرسول كفر بالمرسل سبحانه وتعالى. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم، أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وعد من الله سبحانه وتعالى لهم، وكان الله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما، يغفر ويرحم من آمن بالله وبكتبه وبرسله. فالله جل وعلا ضمن لهم الأجور ووعدهم بالمغفرة مما يحصل منهم. فالإيمان المؤمن يغفر له ما يحصل منه من الذنوب التي هي دون الشرك، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمؤمن موعود بالمغفرة وإن صدرت منه ذنوب، إذا تحقق الإيمان في قلبه وعمله وتحقق التوحيد وصحت عقيدته، فإن الذنوب على سبيل المغفرة من الله سبحانه وعلى سبيل الرحمة والإحسان من الله. أما الذي يكفر بالله ويكفر برسله ويفرق بين الله ورسله ويؤمن بالبعض ويكفر بالبعض، فإن الله أعد له عذابا مهينا. فانظر إلى الفرق بين الفريقين، وانظر إلى الفرق بين الجزاءين. والجزاء مرتب على العمل، فهذا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الله يرتب عليها الجزاء، وأن الإيمان ليس مجرد التصديق بالقلب من دون أعمال صالحة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.